بالنسبه للموضوع ديال اليوم انا نهضر على ثلاثه الحوايج تقريبا اللي طراو لي هنا في ميريكان، بغيت نبارطاجيهم معكم باش الناس اللي غادي يجيو لميريكان او معولين يجيو لميريكان او بغاو معلومات على ميريكان الى اخره باش يستافدوا معلومات زعما عامه. بالنسبه للناس اللي عايشين في ميريكان تقدروا تبارطاجيو معنا الافكار ديالكم في الكومنت الا كانت شي حاجه غلطه، حيت واخا هكاك انا كنهضر على الاكسبيريونس ديالي، والاكسبيريونس ديالي في ميريكان راه ماشي كبيره، بينما كاين اللي عاش 10 سنين 30 عام 15 عام، كل واحد شحال عاش في ميريكان غتكون عنده اكسبيريونس وحده اخرى ويكون عنده معلومات افضل اكثر. معلومات انا غادي نبارطاجي معكم عندها اكسبيريونس عندها علاقه بالاكسبيريونس ديالي وحتى المكان فين عايش، راه كاين فرق ما بين المكان فين عايش انايا والمكان اللي كيعيشوا فيه بزاف ديال المغاربه، حيت هنا واخا هكاك البلاصه اللي عايش فيها انايا ما فيهاش الكوميونيتي ديال المغاربه، ما عمري شفت شي مغربي انا هنايا، ما كيكونش فيها حتى الاجانب حتى الايميغرانتس ما كاينينش بزاف هنا، كاينين شي شويه ديال الفلبينيين كيخدموا بحال هكا في تشيك فيل اي ولا ماكدونالدز ولا شي حاجه بحال هكا، اما من غير هذا الشيء هاد المدينه هذه اللي عايش فيها انا شويه قليله. اذا ندوزو للموضوع، الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم الحوايج اللي تصدمت فيهم شويه ما كنتش كنعتقد غيوقعوا لي. منهم اول حاجه هي اللغه، علاش قلت اللغه؟ لان نو دابا انا كنعتقد كنظن بلاتي نقعدوا الكاميرا هذه، انا كنظن بان عندي واحد المستوى مزيان من لونغلي، عندي واحد المستوى مزيان من لونغلي، كنظن الا قريتي لونغلي في المغرب ما تلقاش مشكل في ميريكان، زعما صافي هما كيهضروا بلونغلي، غير ذاك لونغلي اللي كنقراو في المدرسه وكنقراو وكنشوفو في التلفزه راه قضيه الغلط، وهذا خطا كبير. علاش؟ لان في ميريكان وبالضبط فين ساكن انا، نعطيكم شنو وقع لي بالضبط فين ساكن انا، كاينه واحد الناس هنايا كيهضروا بواحد لاكسون كتسمى ساذرن اكسنت، ساذرن اكسنت هي واحد لاكسون نتاع حيت انا عايش في الجنوب واحد الولايه سميتها تينيسي، فهاد الولايه تينيسي عندهم واحد لاكسون بحال اللي قلتي ديال العربيه، وعندهم حتى في الهضره ديالهم كيستعملوا دي بروفيرب كيستعملوهم بزايد. بالنسبه لي انايا باش لقيت المشكل لقيت راسي ما كنفهمش بزاف ديال الحوايج، دابا انا كنهضر بالانجلي وعندي زعما يا العائله في ميريكان وكل شيء وميريكانيين، ومع ذلك لقيت مشكل كبير في اللغه، ما فهمتش بزاف ديال الحوايج ما كنتش نفهمهم. علاش؟ لان لاكسون ديال هنايا شويه قاصحه، سيك اكسنت شي شويه ناس ثقيله واحد الهضره مرونه. المهم داكشي البسيط راه باين، بحال دابا انا ما كنمشي نشري شي حاجه ولا ناخذ شي حاجه داكشي راه ساهل، ولكن باش تدخل في كونفرساسيون مع شي واحد من الصاف شويه صعيبه بالنسبه للاجنبي، حتى الامريكاني راه كيلقى مشكل، شي واحد مثلا في النورث ولا في الويست مثلا في الويست مثلا في كاليفورنيا وداكشي يقدر يلقى مشكل هنايا في تينيسي. وكيفاش في لقيت المشكل اكثر باش عرفت راسي عندي مشكل؟ لقيته فاش مشيت هضرت مع واحد السيده عندها تقريبا من العائله عندها واحد تقريبا يا I'll be back in like in 5 minutes or something like that. Yeah. All right. المشكل اللي قلت اللي لقيت واحد المرأة عندها 95 عام كتهضر معايا وعندها واحد لاكسون ثقيله ديال لاكسون جنوبيه وكتستعمل لي بروفيرب بزاف بلاصه الهضره، عرفتي راه تقريبا ما فهمت 90% ديال الهضره ديالها ما فهمتهاش، والله ما فهمت علاش كتهضر، بقيت كنشوف كتضحك هي كنضحك انا، وانا راه نورمالمون راه عندي لونجلي مزيانه كنعتقد ان عندي لونجلي مزيان، ما فهمتش من تما عقت بان خاصك تتاقلم مع المنطقه باش تولف باش تولي تهضر بديك اللغه ديالهم، ماشي اللغه ديالهم ولكن بلاكسون ديالهم لانها شي شويه صعيبه الفهم. الحل شنو هو الحل؟ الحل هو فاش مثلا الا جيتو لهاد المنطقه ولا شي حاجه تحتو شي منطقه بحال هكا وتكومينيكيو مع الناس بزاف، تهضروا مع الناس ديال المنطقه بزايد، وداكشي اللي كندير هنايا كنهضر مع الناس اللي هنايا
والحاجه الثانيه هو تفرجوا في افلام اللي عندهم علاقه بديك المنطقه اللي ساكن فيها انت. بحال دابا مثلا انا نقدر نتفرج افلام نتاع الصوص نتاع واحد لاكوبتير انا يدير فيه الطياره. الافلام نتاع الافلام نتاع الجنوب، وكاينين بزاف ديال الافلام ديال الجنوب. قرا شي واحد سميتو سويت الباما ولا شي حاجه بحال هكا. دابا نقلب على شي ليست ديال الافلام ديال الجنوب ونبارطاجيو معاك، ولا نتوما بارطاجيو لي هنايا في اللينك لتحت في الكومنت، كتبوا لي شي افلام كتعرفهم على الجنوب فيهم شويه لاكسون صعيبه باش الانسان يتعلم منهم. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني هو السيستم ديال الميريكان. كي داير السيستم ديال الميريكان شويه كيختلف على المغرب، كيختلف على الاوروب، على بزاف ديال الحوايج. من ناحيه ديال الابناك لاسيرونس، كيفاش تعامل في الابناك. علاش كنهضر على الابناك؟ لان بعض المرات الميريكان كيوقعوا لي فراود بزايد ماشي بحال المغرب. بحال دابا المغرب ما تقدر ما دوز سنوات الا ما قلنا ما عمرها طرات شي واحد يستعمل لاكارت ديالك ويشري بها اونلاين. قليل فاش كطرا هادي في المغرب. الميريكان ديما كاينه هادي، كلما كتستعمل لاكارت ديالك كلما الريسك ديال الفراد كبير. اذا انت فيما تشوف شي حاجه خاصك ديكلاري. اوفيس كي سي هاي بشاره الكلبات. قلنا كلما كتستعمل لاكارت كلما كاينه داك القضيه ديال شوف واش الجار كيتفرج فينا ولا شي حاجه. كلما كتستعمل لاكارت كلما الريسك كيكبر ديال الفراد، ويقدروا يستعملوا لاكارت ديالك اونلاين. اذا انت خاصك ديما تبقى تشيكي شنو كتشري، ولا شتي شي شريه ماشي انت اللي درتيها خاصك ديكلاريها في البلاصه، ونورمالمون كيردوا لك الفلوس، كيرجعوا لك الفلوس. الا كانت تبيراطاج يقدروا يبدلوا لك حتى لاكارت، كتبدل لاكارت بزايد. هذا من ناحيه ديال البنكه. عاوتاني لاسيرونس الانشورنس كي داير هنا في ميريكان، خاصك تعرف شنو هو الديداكتبل، وخص بزاف ديال المعلومات تعرفهم على الانشورنس، تعرف الاكونت الحسابات اللي خاصهم يكونوا عندك. تعرف بان في ميريكان ما كاينش تقاعد. المهم اكثر ديال الشركات ما كيديروش تقاعد، ولكن كيديروا واحد الحاجه كتسمى بال 401k، اي انت كتانفيستي الفلوس ديالك عن طريق ETF ولا شي لعيبات اخرين. اذا انت كتقول لي خاصك انت تانفيستي راسك الفلوس ديال التقاعد ديالك، وخاصك تعزل شحال خاصك تحط في التقاعد. اذا خاصك بزاف ديال المعلومات على السيستم ديال الميريكان، كيفاش تتعامل في ميريكان، كيفاش زعما بزاف ديال الحوايج في ميريكان. هذا السيستم. الحاجه الثالثه وبالنسبه عندها علاقه بالمنطقه اللي فيها انايا، هو ان الاكثريه هنايا ما كاينش سايد ووك في تمشي على رجليك. اذا ضروري الطوموبيل هنايا، ضروري الطوموبيل هنايا اوبليغاتوار، ما كاينش خاص تكون عندك طوموبيل. ما تقدرش دابا واخا تمشي. دابا انايا مثلا بعيد عليا وول مارت هنا بشي نقولوا واحد ثلث ساعه على رجلي مثلا، ولا نقولوا ربع ساعه على رجلي. الطوموبيل تكون شي 5 دقائق ولا 2 دقائق ولا شي حاجه، ولكن ما كاينش سايد ووك، ما كاينش تمشي على رجليك، ما كاينش. كاين الشانطي وكاين الفرونت يارد ديال الناس، ما يمكنش انت تبقى غادي في الربيع ديال الناس. ماشي ليغا، حيت هذيك البروبرتي ديال بنادم، ما يمكنش تجي تطلع عليه تما. وهنايا شي شويه في الصاف شي شويه بنادم منقز، ما يسيريش فيك بفردي، ولا يقول لك غير تريسباسين. وتريسباسين وقيلة فيه ماشي فيه الحبس، ولكن تتسمى فلاني، يمكن فلاني ما عرفتش نسميوها بالعربيه، ماشي جريمة، ماشي جريمة، المهم شي حاجة بحال هكا. قلت هذا هو الحاجة الثالثة، هو أن الطوموبيل ضرورية. عندكم حاجة الأولى قلنا اللغة، حاجة الثانية السيستم ديال الميريكان، والحاجة الثالثة هي اللغة. وعاوتاني وكاين شي حوايج أخرين اللي نقدر نبارطاجيهم معكم من بعد، عندهم علاقة بالمنطقة اللي ساكن فيها أنايا في ميريكان. واش خدامة المغاربة ما خداماش ليهم، شنو يمكن ليكم زعما اللي بغى يجي هنايا هاد المنطقة هاد الولاية بالضبط، واش هاد الولاية ولا هاد المدينة واش مزيانة ليه. ما غاديش نهضر على الولايات الأخرى لأن ما عنديش فكرة عليهم، ما سكنت فيهم، ما عمري سكنت فيهم مدة طويلة، إذا ما نقدرش نجاوبكم على هذاك الشيء. الأسئلة الأخرى إلا كانوا شي أسئلة عندها علاقة بالحياة في أمريكان، المهم شي مواضيع عندها علاقة بال شنو واقع هنايا، كتبوا لي في الكومنت
نقدر نهضر عليهم المره الجايه. وما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب و سي يو نيكست تايم.